عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم زهيرة في قناة زهيراندا. اليوم إن شاء الله غنديرو درس ديال الضريس. ضريس تابع الضريسات اللي درت لكم من قبل. درت لكم الحبكة الأولى، الأساس اللي كتكون على التوب، عاد السنة، عاد الدرسة ديال جوج. اليوم إن شاء الله هذيك الدرسة ديال جوج غادي نغلفوها. كاين اللي كيسميها البريوة، كاين اللي كيسميها الدرس المغلف، كاين اللي كيسميها البريوة. دابا غنديرو الدرس ديال جوج مغلف والدرس ديال ثلاثة مغلف، غادي تشوفوه ان شاء الله. و ميم طون في البداية غادي ندير لكم واحد جوج حبكات، جوج سنينات، جوج دراسات ديال جوج بحالة تذكير للدرس الماضي. هانتوما غتشوفو. بسم الله نبدا. انا تعمدت اليوم غادي ندير لكم اللون الغوز مع الزرق، لحقيتش الزرق. الا خدمتو مع الزرق ما غاديش يبان لكم نتوما مزيان. درت هاد اللويان غوز بحال هكا باش يبان لكم مزيان. ها نتوما هذه الحبكه غنضرب في العوينه بحال هكا كما قلنا قبل. ملي كنبغي نضرب في التوب كيكون الخيط في اتجاه، في هاد الاتجاه انفاس مع التوب، وكندير داك السيركل اللي قلت لكم الدائره، وكنخشي الابره تحت من الخيط وكنخرجها من الدائره باش تكون عندي ها نتوما حبكه في التوب. عاد من بعد مني غنحبكها غادي ندير العكس ديال الخيط فين كان، يعني في اتجاه اخر عندي جهتي انا، وكنخشي في العوينه اللي درت قبل. ونفس القضيه انها كتخرج الابره في الدائره، ضروري باش تكون لنا ديك الغريزه اللي كنسميوها غريزه الراندا. هي هذه، هادو انا نعاود لكم حبكه اخرى، ربما شي واحد ما شافش الدرس الفايت ولا شي حاجه، تذكير ليه او ميم طون باش يرجع ليه ويشوفه مزيان. ها هما ثلاثه الحبيكات بحال هكا. دابا غندير لكم سنينه، ها هي كنديروا جوج بحال هكا، ولا كان الخيط رقيق ممكن ديري حتى ثلاثه الحبكات على البره. تخليها بحال هكا، ها هي هي سنه. كديري جوج لويات على البره وكتخلي الخيط هكا وكدوزيها هانتي افق هي البره. من هنا كتخرج لك من نفس الدائره، غير كدوزيها بحال هكا، بحال كتحزم لك ديك العوينه اللي غديري من الفوق هانتي، وكتشوفي الخيط بوحدو كيدور وكيحزمها بحال هكا. بدايه الدرس عاوتاني غادي نديرو سنه. اولا غنحزموها بحال هكا ونديرو وحده اخرى بحال بدايه سنه. ها نتوما بدايه سنه، انا ما غنكملهاش وغادي نرجع للعوينه اللي من قبل ديال السنه اللي قبل منها، وغندير فيها جوج لويات في البره بحال هكا، وكنحزمها نحزم ليها الرويس ديالها بحال هكا هانتوما، وكنهبط بحبكه. هذه هي الدرسه ديال جوج. انا نعاود وحده وغنبدا الدرس ديال اليوم. هذه قلنا كنديروا السنه الاولى والسنه، علاش كتسمى الدرس ديال جوج؟ حيت فيه جوج سنات. ها هي ما كنكملهاش وكنرجع للعوينه اللي من قبل وكنبدا فيها سنه. هاني غنحزم هكا وغنكملها بالحبكه لتحت. صافي ها هما جوج دريسات ديال، ها هما ثلاثه الحبيكات، جوج سنينات، جوج دريسات ديال جوج. دابا غادي نبدا ان شاء الله الدرس ديال اليوم. غادي ندير سنه ديالي حيت الدرس هي بريوه ديال جوج، يعني ضروري غندير السنه. لاباس ديال الدرس هو السنه، ضروري تعلمي ليها، الا ما تعلمتيش السنه بحال ما درتي والو. ها انتما
نفس القضيه، نفس العمليه ديال الدرس ديال جوج تماما، غير انا غادي نغلفه، اللي عرف الدرس غادي. دابا انا مني كنبغي نكمل الدرس ديال جوج كندير بحال هكا وكنضرب في هاد العوينه وكنعقدها. دابا ما غنديش بحال هكا، نتابعوا لهاد القضيه مزيان، ما غنديش بحال هكا. الخيط ما كيكونش عندي هنا، الخيط كيكون مقلوب الاتجاه الاخر. ها انتم ها الفرق بين الدرس ديال جوج ومني كنبغي نغلفو. الخيط كيكون عندي هنايا وكندوز هكا. سمحوا لي لهاد الصداع جاي من برا. درت جوج حبكات شوفوا، والثالثه بحال هكا، والرابعه غنديرها في العوينه اللي حدايا. هانتو حزمتها شها، هذا هو الدرس المغلف، انه كيتغلف بالحبكه. انا غنعاودو كديري جوج دلويات على البره وكتعقديهم. هي سنة كدير جلويات اخرين وكترجعي السنة الاولى وكديري فوق منها سنة. هيك احنا درناها. دابا عوض كنرجعو الخيط من جهتي انا وكنخدم البرا في هاد العوينة اللي بين الدرسة والدرسة، العوينه اللي بين الدرسه والدرسه كنخدم فيها بحال هكا. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه شي، والرابعه كنضربها هنا. كاين اللي كيبقى يعمر فيها بزاف بالحبكات، هذيك بحال مني كتعمريها بزاف بالحبكات كدور لك الدرسه بحال هكا. علاش؟ حيت عمرتيها ميلتيها بحال هكا، كديري فيها الجهد اللي كتبقى واقفه بحال هكا، ما تقدريش وما ديريش فيها قل اللي كتبقى لك خاويه، كتبان لك الدرسه من بين الخيوطه. انتي غادي تشوفي جهدك، لان الا كان الخيط رقيق ممكن ديري اربعه، الا كان الخيط رقيق غديري غير ثلاثه الحبكات. هانتوما غنعاود لكم وحده، ها هي السنه وهي بداية سنة. وهي سنة من الفوق، كندوز الخيط هكا وكنحبك. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، والرابعة في العوينة تحتينية بحالا كنحزمها بيها. هاي سنة ثانية ما كنكملوهاش، كي قلنا كنديرو جلويات فوق في البرا وكنمشي السنة اللي قبل. هاي كملت ندير السنة الأخرى، عفوا كنت غادي نكمل لكم درسة. شفتيها الفرق بين الدرسة والسنة أو البريوة؟ أنني ملوتش الخيط اتجاه أنا. ها جوج، ها ثلاثة، والرابعة كنديرها لتحت. شوفوا أنا كندير هكا، كنخشي البرا في التوب وكنكمل. ودابا غادي ندير لكم البريوة ديال ثلاثة، ومن هاني تعرفوا الدرسة ديال ثلاثة كيفاش الفرق بين الدرسة ديال جوج وثلاثة. ديما غير العدد ديال السنينات. دابا حنا غنديرو السنة الأولى، ها السنة الثانية، نرجعو للعوينة وكنخدمو. وكنخدمو دابا السنة، شوها دابا بحالا غندير الدرس ديال جوج تماما. ها هو الدرس ديال جوج دابا، وغنخدم حبكة وغندير
بداية السنة أخرى، وغنطلع هنا الفوق هنا في هاد العوينة اللي هنا، وكندير سنة أخرى أنسو، وكندير فوق العوينة الفوقينية حتى هي بداية السنة. شوفوا ها، دونك دابا عاد غدا نبدا عندي لكم دابا درسة ديال جوج. شوفوا الدرسة ديال جوج ها هي ديال ثلاثة، يعني غندير هنا عوينة، ها هي عوينة، وغنهبط هنا بالحبيك، ها الثانية، ها الثالثة. شوفوا شوفوا هادي كيف دايرة، هادي الدرسة ديال ثلاثة، وشوفوا هادي الدرسة ديال جوج. شفتوها دابا هادي الدرسة ديال جوج، هادي علاش ثلاثة؟ حين درت ثلاثة شي ثلاثة سنينات ثلاثة، وهنا غير جوج. علاش الفرق بيناتهم؟ انت قد ما كتكثري كتحسبي، ممكن ديري حتى ديال ربعة، ممكن ديري حسب الذوق اللي بغيتي انت. دابا عرفتي الفرق اشنو هو؟ دابا غندير لكم البريوة ديال ثلاثة. انتبهوا ليها مزيان، ما كاينش فرق غير العدد ديال الدريسات ديال واحد، هما اللي كيديروا الفرق. دابا درت الدرسه ديال جوج درتها، وغنطلع نكملها انايا. ونجي للعوينه الفوقانيه وغندير جوج حبكات. شوفوا الدرسه ديال جوج كنت درت بحال هكا، وحزبت ليها الرويس ديالها وتميت هابطة. دابا غندير هكا بحال البريوه. البريوه ديما الخيط خص يكون عندي لتحت، وغادي نحبك من هاد العوينه اللي بين درست بجوجهم، كنخدم فيها البرا وكنطلع بحال هكا واحد حتى كنعمرها. ها جوج، ها ثلاثه، اربعه، الاولى حنا كنديروا فيها ثلاثه، ها خمسة، والستة كنحبكوها بحال هكا. شوفوا دابا ها نتوما، ها البريوة ديال ثلاثة، وها الدرسة ديال ثلاثة. مزيان، أنا غنعاود لكم وحدة، انتبهوا لها مزيان كيفاش. ها واحد، هادي الدريسة ديال واحد، يعني كملت دابا الدرسة ديال جوج. دابا غنحبكها ديما العوينة اللي بين الدرسة والدرسة هي اللي كنخدم فيها البرا. ها واحد، ها جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، وكن نخدم هاد العوينة الأخرى بحالة باش نحزمها وتجي واقفة. هانتو كنتمنى هاد الدريسات يعجبوكم، وكيجيو مزيان في الخدمة الخفيفة. وغن أكيد غادي نديرو دريسات أخرين، دابا غنبداو بالسهل باش ندخلو إن شاء الله للصعيب إن شاء الله. وكنتمنى يعجبكم مزيان، وما تنسوش تشاركوا في القناة وتدعموني باش نعطيكم الجديد، وشكرا.